أما ما دام ما فيه عقيدة فلا فائدة منه، حتى لو تركوا الزنا والخمر وتركوا الربا ما يفيدهم هذا الشيء عند الله عز وجل. مع أن التوحيد إذا تحقق قد يكفر الله به الربا والزنا والمعاصي والكبائر التي دون الشرك، أما الشرك فلا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكيف يتساهل في العقيدة ويترك الناس على ما هم عليه؟ من يقول هذا إلا ضال مضل والعياذ بالله. هذه ما هي بطريقة الرسل، طريقة الرسل أنهم أول ما يبدأون بالتوحيد. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك أعلمهم أن الله أفطر. ما تأتي الصلاة وهي أعظم الواجبات بعد التوحيد، ما تأتي إلا بعد وجود التوحيد، لأنه لو صلى الليل والنهار وهو يشرك ما قبل الله صلاته. نعم.